يبدو أن اجتماع القمة الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آتى أكله، خاصة وأن الزعيمين صرحا علناً أن الملف السوري كان في مقدمة اجتماعهما في سوتشي الروسية. فلم يمض سوى أيام قليلة على اللقاء حتى جاءت غارات إسرائيلية نهارية على مواقع قوات النظام السوري وحلفائه من ميليشيات حزب الله في ريف دمشق. تلك الغارات خالفت العادة التي جرت وأتت في وضح النهار. إذن الطلب الإسرائيلي من موسكو بتسهيل الطريق لمزيد من الغارات على سوريا لاقى آذانا صاغية عند الروس، وربما سنشهد خلال الأيام القادمة مزيدا من القصف. على صعيد المطالب، تقول مواقع أمريكية إن روسيا طالبت من إسرائيل التوسط لدى الأمريكيين لتخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون قيصر، وذلك من أجل السماح للشركات الروسية بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد وخاصة الحصول على معظم المشاريع الكبيرة في سوريا، الأمر الذي تراه موسكو تعزيز إيراداتها ونفوذها على الاقتصاد السوري. تنسيق مستمر بين اللاعبين الكبار في سوريا، تصريحات ومصالح متبادلة، أخذ وعطاء، كل ذلك بات يثير تساؤلات حول مستقبل الملف السوري ومصير الميليشيات الإيرانية وأدواتها التي زرعتها في معظم المناطق السورية، لا سيما وأن قواعد اللعبة بدأت تتغير عن السيناريو المفروض قبل سنوات والمكتوب في دهاليز السياسة العالمية.